تبيع عن 2019، يعني السنة كان من نصها بالأول لورا لا بأس، بس من الثلاث أشهر وبالجاي يعني كان شيء رديء جدا، وخصوصي إنه قصة السياسيين، الناس اللي نزلت إنه على أساس ينزلوا كلهم، وبقوا مكبشين كأنك حاطط لهم التيكو على الكراسي، وهذا شيء معيب. الناس كلها بدها تكب وهن مكبش اما بدهم ينزلوا. هلا حلمك امنيتي بال 2020 نعم. اذا الله بيريد ان شاء الله بلكي اول اسبوع بعوني تعالى يفطسوا كلهم اضبط شيء، يعني الله يريحنا من هون، لا حاطين نيجي بانطباع جديد على البلد، وجوه جديده، ونتامل خير اكيد. والناس كلها مثل ما نحكي بلا عمل بلا اكل بلا دايرين ثلاث ارباع على السرقه، وثلاث ارباع الناس صارت يعني تحت خط الفقر ب 700 درجه. الله يفرج على لبنان، ما بيستاهل القصه كلياتها. والله حبيب امنيتي بسنه 2020، نحن عاده التمني يرتبط بالعمل، فنحن لحتى نحصل امنيتنا بال 2020 بلشنا العمل بال 2019 ب 17 تشرين، هي ثوره ان شاء الله. هذه الامنيه ما بتنحقق بس لي انا، لكل الناس اللي نزلوا على الطريق واللي ما نزلوا، وحتى اللي هاجمنا باذن الله بدنا نحقق امنيته بهالدوله. 2020 ان شاء الله سنه خير، لو كانت صعبه ببدايتها، بس ان شاء الله حيكون الفرج على الشعب اللبناني كله، تغيير السلطه، محاربه الفساد، استرداد الاموال، نخفف من الدين، نخفف من غلاء المعيشه، نامن فرص عمل، الوضع يرجع مستتب بلبنان لكل الطوائف، لكل الفئات، لكل الاعمار ان شاء الله. وعبال كل سنه وانتم بألف خير، وميري كريسمس لاخواننا المسيحيين كمان بنفس الوقت، بنقول لهم كل عام وانتم بألف خير. الله يعطيك العافيه. يعني بالبدايه نتقدم من الجميع بخالص التهنئه بحلول عام جديد، ونقول بان العام المقبل ان شاء الله عام 2020 ان شاء الله يجب ان نكون على امل كبير بانه سيحمل لنا المزيد ان شاء الله من الخير والسلام والهدوء والامن والامان، وأن تدعم ربوعنا ربوع هذا الوطن بكل ما فيه خير الوطن والمواطن. صح موجود في كثير من الآلام، كثير من الاحتياجات، كثير من الأوجاع، كثير من الأمور التي كنا لا نتمناها، إلا أن لكل مخاض ولادة آلامه، ومررنا عبرنا هذا المخاض وعبرنا هذه الآلام على أمل أن يبزغ لنا فجر جديد يحمل معه إشراقة جديدة لوطن نحلم به جميعا. أمنيتي إن شاء الله ليلة رأس السنة شوفن ساقطين كلهم، وبواحد واحد شوفن كلهم بالسجون عم يتحكم قدام عيوننا. مين هني؟ كلهم يعني كلهم، من رئيس الجمهورية لأصغر موظف فاسد بالدولة. إن شاء الله، ونحن مكفيين، ليلة رأس السنة إذا مشي الحال عندنا مفاجأة كبيرة للبنانيين إن شاء الله. تمنياتي لـ 2020 إن الله يشفي كل مريض اللي هو مبتلى بمرض السرطان، والله يشفي الشعب اللبناني من مرض السرطان اللي هو السلطة الفاسدة. أنا كوني أحلى من اللي يمينا. الله سبحانه وتعالى يفرج على العباد، يتغير عن النظام، يتغير الخلطة الموجودة بهالبلد، ونشوف أيام حلوة لأولادنا وللأجيال القادمة. شو بدنا أحسن من هيك نحن؟ أهم شيء الانسيار الوطني والعيش المشترك بهالبلد، وكلياتنا وطن على وطن واحد وشعب واحد. كانت أيام صعبة بهالسنة؟ لكن أكيد أيام صعبة، أيام صعبة كثير. إن شاء الله بتكون السنة الجديدة ما تكون صعبة، تكون هيك تريح البشر شوي. بالرغم من كل المساوئ اللي كل والصورة الضبابية، متفائل جدا جدا باللي صار. سنة 2019 هي يمكن من نظر البعض سنة سيئة، ولكن من نظري أنا، من وجهة نظري، هي سنة كتير جيدة وكتير مهمة. الأفكار الإيجابية اللي فيها إنه كان بلدنا عم ينهب عمدى سنين طويلة، وكان الشعب ساكت. هالانتفاضة يعني لو ما وصلنا لمحل نغير الحكام، عملت حدود برأيي للسرقة. يعني هلا هي منعطف بدها تبلش تنزل قصة السرقة مثل البارابول، كنا طالعين هلا ماشيين على مستوى معين رح ترجع تنزل. يا اما بدنا نوصل لبلد بعد هاي الثورة وبعد الحكومة اللي بدها تتألف يرجع الاقتصاد مثل ما كان، ويرجع في تحسن بالاقتصاد، وحيصير
في بلد مثالي، يا اما حنوصل لمحل انه حتوقف السرقه لو ضلوا هن الموجودين، صاروا بدهم يعملوا حساب بالحكم للي اي شيء بدهم يمدوا ايدهم عليه، اي سمسره اي صفقه بدهم يمرقوها، صاروا بدهم يعملوا حساب وبدهم يخافوا. حيقولوا انه الناس وعد والناس بلشت تصرخ والناس كسرت حاجز الخوف وبطلت مثل الاول، مثل ما بدنا فينا نديرها، مثل ما بدنا فينا نمشيها، مثل ما بدنا فينا نشد العصب الطائفي وكل زعيم طائفي بيضب جامعته حواليه. هذا الحاجز انكسر والناس رجعت لوطنها ورجعت لهويتها. فانا متفائل كثير بسنة 2020 وشايف حيصير في عنا وطن جيد، وشايف انه الوضع الاقتصادي رح يتحسن كثير 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 بعد هالثورة اللي صارت. يمكن يرجع سعد الحريري ويمكن تدل الفئة ذاتها اللي موجودة، هذه نحن ما حنحسب انه فينا نغيرها، بس حيرجعوا وحيشتغلوا. اذا خف منسوب السرقة، نحن عنا فائض سرقة، ما لنا بلد مكسور، نحن عنا مصاري كثير بتيجي على لبنان، ونحن جايين على بلد نفطي، نحن جايين على بلد نفطي، راح يتحسن وان شاء الله بيوقفوا السرقة اللي موجودين، والافضل انه تيجي ناس نظيفة جديدة هي اللي تستلم البلد.